السلام عليكم مشاهدي القناة الأولى. كنجدو بكم الترحاب في برنامج سير بمهلة الربح، وبالضبط من محطة مولاي بوسلام التقني التابع للبرنامج وضع الرادار البيداغوجي التابع لنا في محطة محدودة السرعة القانونية فيها 60 كيلومتر في الساعة في الدخلة ديال مولاي بوسلام. إذا نصيحة البرنامج سيروا بالمهل تربحوا، ما تجاوزوا هذه السرعة، ممكن تكونوا معنا في القرعة اللي تكون في نهاية الحلقة باش تكونوا فائز أو فائزة. السلام عليكم. مدينة مولاي بوسلام كتعرف توافد كبير ديال الزوار، لكن قانون المسابقة فرض عنا أننا نكتفيو بعدد معين اللي هو 260 عربة، لكن للأسف جوج ديال الطاكسيات كبار ما احترموا السرعة القانونية وهما اللي ما يدخلوش معنا للقرعة. السلام عليكم. حنا في دوار قيسة بارباو، وبالضبط قدام البيت ديال الفائز بالحلقة اليوم سي عبد السلام الصباحي اللي واقف وسط العائلة ديالو. تفضلوا معايا نتعرفوا عليه. سي عبد السلام مبروك عليك. الله يبارك فيك. مرحبا بكم. تفضلوا سيدي. تفضلوا. شكرا. سي عبد السلام شكرا لك والفراد العائلة ديالك على حسن الاستقبال ديالكم لأعضاء لجنة سير بمهلة الربح، واكيد اتصلوا بك اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير وقالوا لك فين شدك الرادار البيداغوجي والسرعه اللي كانت محدده تما وبشحال كنتي غادي انت. شدني الرادار في مولاي بوسلام والدري ولدي كان صايق، ملي كان ولدي صايق كان غادي بسرعه شويه. اذا ماشي انت اللي كنتي غادي تسير؟ لا ما كانش، شدتني الرادار انا، ولكن قبل الرادار كان صايق ولدي ونبهته باش يمشي بشويه، ما سمعنيش وليت حيدته وشبرت انا الطوموبيل وبقيت غادي ب 38. تبارك الله. هي فيها شدتني الرادار، هذا الشيء اللي كاين. وهذاك الشيء علاش حنا عندك دابا. ايوا مرحبا سيدي. تبارك الله عليك. سي عبد السلام كيف ما عرفتي وقالوا لك اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير اننا جايبين لك الجائزه ديالك اللي كتستحقها، ولكن غتختارها من بين هاد اربعه الجوائز. شكون تعطيني اختارها؟ لالا سكينه ياك؟ سندس او لا البنيه؟ شوف لي شكون اللي يقدر يختار. فاطمه الزهره. يلا يلا فاطمه الزهره اختاري جائزه. باليمين باليمين. تبارك الله عليك. اعطيها لي يا بنيتي. اذا قسيمة شراء خاصة بالبنزين بقيمة 6000 درهم. مبروك عليك السي عبد السلام. ممكن توجه نصيحة للمشاهدين ديال القناة الأولى وللسائقين خصوصا، أشنو ممكن تقول لهم أنت كفائز في الحلقة اليوم بالنسبة للسلامة الطرقية؟ نصيحة للشباب وخصوصا للسائقين، يعني الإنسان يتمشى بشوية ويحاول على راسه، يحاول على ديك الوليدات، ويعني ديك الوليدات اللي كيبقاو مشردين شمندن هما عندهم، وكل انسان يبغى يتمشى بشويه ويطبق حوادث، يطبق المسائل ديال السير، القوانين ديال السير 60 60 40 40 وغادي يكون غير الخير، ويمشي بشويه ما فيه غير الخير. مشاهدينا كيف خصكم تعرفوا بانه الا كنتوا غاديين على الطريق وبان عائق لا قدر الله فجاه قدامكم، فمده ديال رده الفعل كتطلب منكم ثانيه او ثانيتين فقط، مع انكم كتعرفوا بانه من عواقب السرعه المفرطه انها كتزيد في مسافه التوقف. سيروا بشويه. برنامج سير بمهله الربح كيقول لكم مع السلامه.